علينا. وبنتواصل علينا وحنمشي نشوف، يعني كنا نتكلم عن الذاكره، حنمشي نشوف ذاكره الشروق. الذاكره دي شيء مهم جدا عند الانسان حتى عند الاله. نشوف ذاكره الشروق ونجي راجعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية الصحة والعافية وسلامة الوجدان. ففي حلقة اليوم نحن حضور في حضرة أحد أرباب الجمال الذين أسرجوا رواحل الإيناس والفرح الجديد، كان صاحب جواز سرحال لكل عواصم الأحلام والأنغام والزمن المطر. التحية لكم ولكل المشاهدين والمتابعين، والرحمة على روح الفقيد الذي من خلاله في هذه الحلقة نوسم ونكرم ونرمز لمسة ربما ليست ربما بل من باب التأكيد هي عصية على التكرار، عصية على أن تعود من جديد. أنا في حضرة الراحل عبد العزيز محمد داود في هذا المساء. تحية تمتد لكم وللضيوف الأكارم الذين أتوا بمحبة وبكرم وبدراية و بدوافع مختلفة للمشاركة، لكن كلها تجنح إلى المحبة. فهكذا يعني تعرفنا على أن نوثق. إذن لابد للحديث من بداية عن عبقرية مكان والإنسان وليد البيئة المحددة التي ينتمي إليها وينحدر منها. إذن الحديث في هذا المكان عن بربر. ما بربر مجتمع تقدر تقول عليه مستنير في الزمن لك، وفيه خلاوي وفيه أبو داود نشأ في هذا الجو. لكن ليه بربر مثلا ما طلعت أكثر من أبو داود واحد؟ لأنه ذاته شخصيته يعني كانت قابلة إلى أنها هي اللي تدي المكان قيمته، هي اللي تدي المكان يعني الكلام. هسه احنا بنتكلم عنه ده يعني ولد في السن دي وفي مع المدارس مع الزملاء ومع كده، كان عنده دافع وكان عنده حب شديد جدا. يعني زول يقوم يطلع من بربر دي يمشي لمسافه بتاعت يمكن ساعه او ساعتين بقرعينه عشان يسمع الزنجار. شوف يعني دي حاجه ما سهله. شكرا لبركم بوالدكم ولرحمتكم بالشعب السوداني عشان يفضل وجداننا سليم. يا عز تفضل. انا قبل ما اتكلم عن عبد العزيز داود الوالد أحب ألتقط طرف الخيط من حديث الدكتور عن بربر، بما إن أنا من أبناء بربر وعايزة أدي بربر مكانتها يعني. ومن هنا بحيي كل الناس بربر وبحيي بربر ذاته وتراب بربر. بربر هي الحقيقة أفرزت يعني للسودان حاجات جميلة كثيرة يعني بيمنعوا يغنوا أغاني يعني أبهات والفنانين. أنا عن نفسي ما عندي مشكلة أي زول يغني لسبب بسيط. عبد العزيز داود زي ما قال دكتور محمد عبد الله الريح هو ما بيقدر يقلد نفسه، صح يا دكتور؟ ما بيقدر يقلد نفسه، اذا ما فضل بيقدر يقلده، صح؟ يلا هم يغنوا لكن بطريقتهم، ما احنا ما من انهم يغنوا، بالعكس، لانه لما هم يغنوا بيقوم الناس بيقولوا دغني عبد العزيز داود ربنا يرحمه ويغفر له، يلا احنا ما بينا الرحمه له اكيد لا، فغنوا. ولانه الشعب السوداني كله بيحب عبد العزيز داود وكله يسمع دول بغني عبد العزيز داود بيقوم بترحم على عبد العزيز داود. الله عليه. دكتور الماحي، يعني الحديث عن التهيئة البصرية أو حتى السمعية اللي بيوفر المكان المعين لشخص أصلاً مهيئ لأن يكون فنان بالفطرة، مسألة الالتقاط نفسها والاستفادة من المتاح بصرياً وسمعياً ومكانياً هي زاوية عبقرية. أنا أتحدث عن قامة عندها كاريزما خاصة مختلفة تماماً عن كل الفنانين اللي عايزين نتكلم عنهم. ولذلك أنا بأتفق مع الإخوة إنه أبو داود كان حالة خاصة جدا ومختلفة جدا، كان يتمتع بصوت عريض جدا من فصيلة الباص، يتمتع بخيال واسع جدا. يعني أنت بتسمع أبو داود بتسمع النمة اللي هي بتشبه الدويدة عندك، بتسمع الكتمة الصوت المكتومة، وبتشوف الهمهمات الكثيرة دي، بمعنى انه ابو داود بيملى اللحن من اوله لاخره بدون اي فراغات. يا من كساني شجون وراك من دمي الا دنا العرجون.
القاسم الهادي.